محمد تحسين، انا هنا بأدي كورسات في جامعة رسالة. انا كده داخل على سنة ونص او سنتين كده. بصراحة والله الواحد ما بقاش يحسب. الحمد لله انا اديت باتشات كتيرة جدا في كورسات اكسل في جامعة رسالة كتير قوي. والحمد لله الحمد لله الواحد الحمد لله مكمل معاهم، ورب على طول يعني ان شاء الله يكون سبب ان هو في ناس تشتغل بسببه، وفي ناس تعرف تخش في المجال ده بسببي. فيا رب يعني يبقى دي حاجة كويسة. ان شاء الله يا جماعة، ان شاء الله الكورس ده انتوا بعون الله. لو انتوا محدش يعرف اي حاجة عن الاكسل اطلاقا، هيعرف في الاكسل ده هنا، وهيعرف يكتب اول معادلة ليه، هيعرف يحل معادلات، هيعرف يعمل كل حاجة. هل ده هيفيد؟ هيفيد في كتير قوي. لو انت حضرتك مثلا عايز تخش مثلا شركة، بس الشركة طبعا طالبة منك حاجات في الاكسل، ان شاء الله هتلاقيها هنا. لو انت مثلا عايز تتعلم اكسل من باب المعرفة، بحيث ان انت يبقى عندك باك جراوند او خلفية، انك لما ربنا يكرمك ان شاء الله وتيجي تشتغل تشتغل، تقدر حاجات كتير قوي تقدر تحلها في الاكسل، تقدر ان شاء الله. فاذا كان انت بتتعامل على الاكسل شوية او ما بتتعاملش، ان شاء الله الاربع محاضرات بداية من النهاردة، يعني شهر من دلوقتي، ان شاء الله تحل كل حاجة. وطبعا انت وشطارتك تقدر تبراكتس بقى، تبتدي بقى تدور على حاجات افضل، وتبتدي تخش في حاجات افضل، وتبتدي تنزل مثلا حاجات من على الانترنت وكده. وانا كده كده جايب لك امثلة وكل حاجة منها. قبل ما اسألكوا اي حاجة، هل هنا في حد شغال بالاكسل؟ انا شغال اكسل، تمام، كويس قوي. بشتغل عليه، بستخدمه. طب كويس جدا، كويس جدا يعني. طب تمام. طب يعني شغالين اصلا في شركات بالاكسل وكده، ودي يعني دي حياتكم تاني؟ انا محاسب وشغال بالاكسل على طول. طب كويس جدا. طب وانتي معلش انا ما عرفتش اسمك. نسرين علي. شغاله في شركه شحن صياد، وبستخدم الاكسل اللي بدخل عليه الداتا بتاعت الشغل. كويس جدا. هما بس اتنين بس اللي بيشتغلوا؟ انا بدرسه في الكليه. لا انا برضك شغال بيه. طب كويس جدا، كويس جدا. طب ماشي كويس. شغالين بيه حاجات بيجنر ولا حاجات ادفانسد؟ يعني حاجات مثلا اللي هو مثلا ايه، بتدخلوا بيانات، بتعملوا مثلا ريبورت كويس وكل حاجه، بس معادلات لسه ممكن، صح؟ ايوه تمام، يعني هو ادخل بيانات بس. طبعا كويس جدا، كويس جدا. ان شاء الله ان شاء الله تعرف انا وهتحلوا حاجات كتير قوي. انا شغال ريبورتات وشغال معادلات وبيفوت تيبل و في لوك اب والكلام ده كله. الله بس عليك. ممكن في حاجات برضو انا دخلت كورس، يمكن لما سالوني في المقابله قلت لهم يعني انا عايز اعرف ايه الجديد او ايه الحديث. ان شاء الله هتلاقي، ان شاء الله هتلاقي هنا. وان شاء الله ربنا يكرمك ان شاء الله وهتستفيد باذن الله. ان شاء الله. في حد اكيد بقى طبعا اللي ما ردش عليا ده اللي ما اشتغلش اكسل، صح كده؟ انا ما اشتغلتش اكسل قبل كده، بس انا كنت داخله كورس قبل كده، يعني دوره اي سي دي ان فيها اكسل، وطبقت حاجات بسيطه، يعني اللي هي الامثله البسيطه اللي بنطبقها العاديه. كويس جدا، كويس جدا. بصوا، انا بدرسه في الكليه. كلكم بتدرسوا في الكليه؟ انا بدرس الاكسل والوورد وفي الكليه، بس انا محتاجه اعرف المعادلات والحاجات الاكتر اللي ممكن اشتغل بيها. هو معلش، بدرس في كليتي كليه تكنولوجيا قسم اي تي. تكنولوجيا دي ايه الكليه دي؟ انا بصراحه مش مسمعها. هي موجوده في اكتوبر تبع جامعه القاهره. بيبقى فيها اقسام كتير. القسم بتاعي فيه برمجه، وفيه قسم بندرس فيه باوربوينت والوورد والاكسل والاكسل. طب كويس جدا، كويس جدا. الله يعينك، انت داخله على حوارات طويله قوي، برمجه وحوارات. الله يكون في عونك. تمام جدا يا جماعه. بسم الله. يعني حد عنده اسئله تاني؟ مفيش. تمام، ابتدي اتوكل على الله. تمام. تمام. اللي عايز اي سؤال يقوله لي على طول، انا كده كده ان شاء الله هبتدي على طول. بصوا، انا هعمل دلوقتي شير سكرين دلوقتي للاكسل اهو. انتوا دلوقتي متهيألي انتوا كلكم شايفين دلوقتي. تمام. تمام، كويس جدا. استنوا بقى كده، نعمل دي كده بس كده. بصوا يا جماعه، دلوقتي ده الصفحه اللي انتوا هتقابلوها في الاكسل. الاكسل اللي انا شغال عليه ده
ده اكسل 2021 ممكن ما يكونش عند الناس الاصدار ده. الاصدار ده بتبقى عند الناس ممكن تكون من اول 2010 2013 2016 2019 دي اغلبية الاصدارات اللي بتبقى موجودة. 2010 اتمنى ان اللي عنده 2010 او قبل كده خلاص بقى يلغي ويجيب الاصدار الاحدث مثلا قول 2016 او 2019 علشان بقت فيه حاجات مهمة جدا وحاجات سهل كتير قوي في يعني في المعادلات. طيب ممكن انا عايزة لينك ال 2016 لان انا لما دخلت الدورة اللي فاتت في الاي تي دي ال اشتغلت على بتاع 2010 عادي. انا ما عنديش 2010 ماشي هيأدي الغرض وكل حاجة بس اولا انت ايه في لاجات كتير في حاجات انا عارفة ما تخش ال فيكس باكس دي هي باجات يعني. بتتحل لوحدها. انا يا حاضر انا هحلالك ان شاء الله وهحاول اعمل لك ال بس تعملوا ميوت بس للمايك بتاعكم. اسأل دكتور استأذن حضرتك اتفضلي. حضرتك انا عندي النسخه 2010 بس الصوت ما كانش واضح في الجزئيه اللي حضرتك قلتها من شويه. انا بص 2010 كويس وكل حاجه بس 2010 في شويه معادلات ما نزلتش عليه يعني مثلا في شويه حاجات بقت احدث بكتير قوي اللي نزلت في 2013 و16 و19 و21 كمان يعني من ضمن الحاجات اللي في 21. بصي اقول لك على حاجه. بصي شايفه كده مثلا وليكن مثلا في اقولها لك مثلا في معادله في تعالي مثلا ناخد مثلا سعيد مثلا ده ونخليه مثلا يبقى اسمه مرتين فاهم قصدي. انا مثلا في معادله مثلا اسمها يونيك اهي في حاجه اسمها دي دايناميك اري دي لما بتاخد كده وتدوس انتر بصي هي نزلت لي الناس كلها مره واحده فاهماني وكمان سعيد ده نزلها لي مره واحده بس. المعادله دي مش موجوده حتى في 2019 فدي حاجه اسمها دايناميك اريز او دايناميك اري اللي هي الحاجات الدايناميك دي حتى بص لما تيجي تقف هنا ما تلاقيش المعادله تلاقيها فاضيه المعادله بتبقى اول حاجه فوق خالص. طب حضرتك النسخه دي انا ممكن اعرف يعني اجيبها منين انزلها يعني من مكان معين ولا ايه؟ حاضر انا اشوف لك حاضر مكان كده اشوف لكم قصدي موقع بينزل الموضوع ده هيعجبكم جدا. حاضر عينيا ليكي عينيا ليكي يا ستي مزوق حضرتك شكرا تحت امرك ماشي ابتدي كده اتوكل على الله. طب معلش انا دلوقتي قدامي اللاب ابتدي اطبق مع حضرتك ولا اهتم ان انا اكتب؟ مفيش مشكله لو حضرتك عايزه تكملي او افتحي مثلا اللاب مثلا وتابعيني عايزه تعدلي حاجه انا تحت امرك يعني عايزه تجربي مثلا اللاب انا برده معاكي. انا كده في اخر المحاضره احط لكم الشيت ده على اقول لكم استنوا انا اعملها لكم دلوقتي على اسمه ايه ده عشان تجربوا معايا على طول لحظه. هو الاكسل اهو بس كده اهو انا كده جالكوا على الواتساب اه تمام اللي حملوه بقى من على الواتساب وخلاص بقى كده انتوا تقدروا تعملوا تقدروا تشغلوا كده تمام كده يعني تقدروا تفتحوا دلوقتي معايا وتقدروا تشتغلوا معايا دلوقتي تمام كده يا جماعه تمام يعني احنا بس هناخدوا كوبي بيست من اللينك اللي نازل على الواتساب وهينزل على طول البيكي عندي مش كده. ده ايه ده الاكسل اللي هو الازار الجديد؟ لا 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 خالص لا 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 انا بتكلم من الشيت اللي انا شغال عليه ده تمام تقدروا تشتغلوا عليه زي ما انا بشتغل تمام بس ده يا دكتور اللي هو يشتغل من على الموبايل بص الموبايل هيبقى رزق قوي يعني خليكم على اللابتوب احسن. انا ما انا فاتحه اللاب حضرتك الشيت اللي حضرتك بعته ده اعمل يعني اعمل فيه مش واضحه يعني انت عندك واتساب على اللابتوب؟ اه تمام ماشي دوسي داونلود نزلي الاكسل وافتحي بقى خلاص بقى يعني كده بيشغلك كاني انا شغال. تمام شكرا يا دكتور. ابتدي كده يا جماعه يلا بسم الله. بصوا يا جماعه الاكسل دي الصفحه اللي انتوا بتقابلوها في الاكسل اول ما بتفتح بيبقى صفحه عباره عن مربعات كده كتير جدا وبتبقى فيها برضه طبعا مليانه حاجات كتير قوي.
فالفكره بقى ايه؟ الاي بي سي دي دي اسمها كولوم. انتوا كده سامعيني؟ عشان بس الانترنت عندي انستابل. اه تمام سامعين حضرتك. تمام. سامعني كده؟ سامعين حضرتك. الاي بي سي دي دي حاجه اسمها كولوم. كولوم يعني ايه؟ يعني عمود. بحيث ان انت العمدان دي ثواني بس اشرب عشان ايه واحد بيقولش. اه العمدان دي يا جماعه الاي بي سي دي دي اسمها عمود. عمود ال1 2 3 اسمها رو. بالبديهي كده بالبديهي ان العمدان بتبقى في الداتا اقل بكتير جدا من الرو. بمعنى يعني مثلا عايز تكتب بيانات مثلا موظفين مثلا يقول لك رقم الموظف اسم الموظف المسمى الوظيفي راتب بيبقى حوالي 5 عمدان ولا حاجه او 6 عمدان او 10 عمدان. لكن الداتا اللي بتبقى تحت دي بيانات الموظفين بتبقى بص كام لحد 20 وفي لحد 1000 وال2000. فاهمين قصدي ايه؟ يعني باللوجيك ان الداتا تنزل لتحت. فاهمين قصدي؟ تمام كويس جدا. بصوا بقى يا جماعه هنبتدي كده من اول حاجه في الاكسل خالص لما تبتدي نبتدي نتكلم ايه اللي هيحصل بقى في الاكسل. دي قايمه احنا هنتكلم عن قايمه هوم. تمام. هوم دي بتبقى عباره عن ايه؟ هوم دي اول حاجه هنشرح فيها الحاجه دي اسمها كات وكوبي وفورمات بينتر. اللي هنحتاجه قوي الفورمات بينتر دي. ليه؟ الكات الكوبي اللي هي مثلا ايه لو حاجه اسمها محمد هنا فبتيجي هنا تقف هنا وتروح دايس كده كوبي وتروح جاي هنا وتروح دايس كنترول في او تدوس كليك يمين وتروح دايس ايه بيست كده دي كوبي. تمام. اما الكات اللي انت تقف على محمد دي وتروح دايس كات وتيجي هنا تروح دايس كليك يمين هنا نقل محمد من هنا لهنا. الكوبي بياخد نسخه منه اما الكات بياخدها كلها كده. تمام كده. حد بس يعني انا بحبكم ايه تبقوا معايا كده. تمام. يعني بحب الناس تبقى ايوه تمام. تمام كويس قوي. تمام تمام. بص بس فالفكره بقى الثانيه بقى اللي هي ايه ان احنا بقى ايه الفورمات بينتر دي دي من اشهر الحاجات في الاكسل ان انت لازم 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 تمشي عليها. الفورمات بينتر دي لو انا كتبت اسم اسم محمد وكتبته مثلا باللون الاصفر خليت الخلفيه لونها اصفر وخليته بولد كده كبير وكبرت الكتابه تبقى بالمنظر ده. تمام. لما اجي اكتب هنا اسم مثلا مينا مش هتبقى انا عايزها بقى زي محمد فمش هقعد كل شويه اعمل نفس الخطوات دي. فبروح واقف على محمد واروح دايس فورمات بينتر واروح جاي هنا على على الخليه بتاعت مينا واروح دايس عليها. ايه اللي حصل؟ مينا بقى زي محمد. الكلام كده واضح؟ تمام. تمام. نيجي بقى ننقل على الفونت. الفونت دي يعني ما يعني اعتقد كل الناس هتبقى فاهماها. الفونت ده اللي هو ايه؟ تيجي تقف هنا تقدر تغير الخلفيه الكتابه بتاعت حتى تلاقي اسم بيتغير اهو اهو. تقدر تغير الخط وتصغره تاني. خليني هوست بالله عليك يا اسراء. تقدر مثلا تخلي مثلا دي مثلا كبيره صغيره تخلي مثلا باللون مثلا الازرق تخلي مثلا دي مايله كده تخليها تحتيها خط. تقدر مثلا ان انت تعملها باللون ده وتخليها مثلا ببوردر بوردر يعني تبقى متظلله. يعني قصدي ان وتخلي مثلا الكتابه مثلا باللون الابيض مثلا ولا حاجه وتخلي دي مثلا باللون الاسود. فاهمين قصدي ايه؟ ان الموضوع بيكون عباره عن يعني تقعد تعدل في الخط وكده. هنا الالاينمنت. الالاينمنت يعني التنصيص اللي انت تقدر تخلي الكتابه مظبوطه. بمعنى اصح لما انا اجي اسحب بتاع دي كده شويه هتلاقي محمد دي تحت خالص. فلما اجي اقف عليها ممكن اخليها في النص ممكن اطلعها في النص فوق او اطلعها فوق خالص او اخليها في النص او انزلها هنا وهكذا. ممكن اخليها كمان بالكتابه بالمعوجه بالمنظر ده. فاهمين قصدي؟ فاهمين انتوا اللي انا فاهمين اللي بقوله؟ تمام. تمام يعني تمام كده. تمام تمام. ممكن مثلا دي دي اللي هي تقعد جنب يمين شمال وهكذا. الموضوع سهل جدا. الراب تكست. الراب تكست دي بقى اسمها راب. راب مش وراب. راب تكست. الراب تكست الراب تكست بقى دي حوارها حلو قوي. اللي انت مثلا لما بتيجي تكتب مثلا وليكم مثلا نخلي دي كده مثلا فيها حاجه لما تيجي تكتب مثلا محمد على اسم محمد تحسين صح بالمناسبه انا اسمي محمد تحسين
تحسين. بصوا تلاقي الكتابة تحسين مش باينة، فاهمين قصدي ايه؟ وعشان ابينها لازم ابعد دي كده شوية، فالموضوع رخم، فاهمين قصدي؟ فانا عايز اخلي محمد تحسين ظهر على طول، بتروح واقفين عليها كده على الكومة، قصدي على الخلية، وتروح دايس كلمة راب، راب عملت محمد تحسين. لحد الان حد فاهم حاجة؟ اوه تمام، حلوة تمام، كويس جدا تمام. نيجي بقى المرج، المرج دي بقى احلاها بقى واحلاها. بصوا بقى يا جماعة، لما نيجي نكتب نشيل مثلا دي كده محمد، نكتب جنبيها تحسين تمام، ونخليها كده في النص ونخليها كده. المرج دي بقى اللي هو ايه؟ فعارفين كده يا جماعة في مثلا تلاقي يقول لك مثلا ايه في الكلمات التسويقية او العروض التسويقية، يروح جايب لك كده ويروح قايل لك ايه؟ عروض، عارفين انتوا شركة رنين؟ عروض الشركة السعودية، عروض الشركة السعودية، فاهمين؟ وتروح بقى بيروح بقى عاملينه كده وكده، ويقعدوا يكبروا في الكتاب كده ويخلوها بالشكل ده مثلا، والحق العروض فعارفين الحركة دي؟ الحركة دي ما ينفعش تتعمل في خلية واحدة، فاهمين قصدي؟ تمام، بتسجل الخلايا يعني دي بقى ايه؟ لازم تمشي كده على كام خليه كده، وتروحي دايسه كلمه مرج عشان يبقى كل الخلايا دي تبقى خليه واحده. تمام جدا. فنيجي بقى احنا كده عملناها على خليات فاضيه. طب لو احنا بقى عايزين نعملها على خليتين جنب بعض، يعني مثلا دي محمد ودي تحسين، هنظبطها ازاي؟ لو انا علمت على الاثنين كده ودوست ميرج، بص هيقول لي ايه؟ يقول لي خد بالك الخليه الثانيه فيها كتابه، يعني احنا هناخد اول خليه، فندوس انتر، دوس اوكي، محمد دي كلها مره واحده، يعني تحسين اختفت، فاهمين قصدي؟ تحسين دي اختفت. طب تعالوا بقى، احنا كده خلصنا الالاينمنت، خلصنا الكليب بورد، خلصنا الفونت، خلصنا الالاينمنت اهي والفونت اهي والكليب بورد، نايس بقى النمبر. معلش بس يا دكتور. نعم اتفضل. الصوت بس روح بس حياتك في اخر حته في الميرج، لما حياتك بس مسحت الخليه الثانيه، فمعلش بس قولها لي تاني معلش. لا تحت امرك اهو. بص اهو الخليه اهي في خليتين، لما تيجي تعلم عليهم وتدوس كلمه ميرج بيقول لي خد بالك في خليه موجوده، فانا هضطر ان انا امرج بالشمال، حتى بيقول لك ايه the upper left value and discard the other values، يعني انا هاخد الخليه اللي على الشمال بس الليفت، واول ما ادوس انتر جاب لي ان محمد غطت على تحسين. تمام كده الكلام واضح. تمام كده يا دكتور، شكرا لحضرتك، تحت امرك. تعالوا بقى نتكلم بقى في النمبر اللي جايه دي بقى تحفه. طب معلش، واحنا في الحاله ديت نخلي برضو الخليه الثانيه نفس تنسيق الاولى؟ يعني فاهميني كده اكتر، عشان احنا بس عايزين كلها محمد تحسين كلها تبقى موجودة. لا هي عشان يعني، لا ما انا مش هخلي دي مثلا، ما انا مش هخلي دي كده ودي كده، انا عايزهم كلهم تبقى خلية واحدة، بحيث ان انا اقف عليها تبقى خلية واحدة كلها. يعني انا اخلي بقى الخلية الاولانية اعمل فيها كل الحاجة اللي انا عايزاها، وبعد كده اعمل لها ميرج بقى يعني ممكن مثلا اخلي مثلا ميرج، يعني مثلا امشي لحد هنا كده مثلا، وراح دايس كلمة ميرج. بصي محمد خدت كام خلية في وشها؟ كده احسن. يعني ايه اول خلية اللي اعمل فيها كل الحاجات اللي انا عايزاها، وبعد كده امرجها بعد كده؟ بالظبط تمرجيها. على فكرة دي اول مرة اسمع كلمة امرجها دي. يعني انا سمعت اكابير واباستر كمان، انا سمعت اباستر دي، يعني انا اخد كابير وباستر، قلت له كابير وباستر واعملها زي نظام اللبن ده. ماشي اوكي، هنمرجها المرة دي. تمام كده كويس، تمام كده. بصوا بقى يا جماعة بقى اللقطة اللي جاية دي تحفة بقى، لقطة النمبر ده. النمبر ده بقى حاجة حلوة جدا 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 تعجبكم قوي. بصوا بقى يا جماعة، هقول لكم على فكرة وانتوا تقولوا لي ايه مشكلتها. بص لما بنيجي نكتب في الاكسل، وليكن 0 10 9 9 8 8 9 9 2 2 مثلا، ندوس انتر، و 0 12 0 0 9 9 5 و 0 0 0 7، ايه اللي حصل؟
الصفر مش ظاهر. بالظبط بالظبط. حد يعرف حلها؟ حد بيشتغل اكسل بيعرف حل المشكله دي؟ اه طبعا. تقف عليها وتروح تاخد تكست من عند الجنرال. الناس اللي بتظهر لك مثلث اخضر على الشمال وتظهر الرقم بالكامل بالزيرو. كويس جدا. بصوا اقول لكم على حاجه، هو محمد فعلا بيتكلم صح. الناس اللي بتشتغل مثلا داتا انتري وبتدخل داتا على السيستم، فانت مشكله اللي انت هتقابل المشكله دي هتقابلها مفيش مفر. ان انت تروح عامل كده 00000008 مثلا، فيظهر الثمانية غلط، لان بالطبيعي ان صفر على الشمال ملوش قيمه. مش احنا خدناها كده في الرياضه؟ طبعا. صح كده صح كده يا شباب؟ تمام. اي تمام. فاحنا بقى عايزينه ما يفهمهاش ان هي كنمبر او رقم، احنا عايزينه يفهمها كايه؟ كتكست. تكست. هنعمل ايه؟ بيكست. هنروح واقفين على العمود ده كله ونروح جايبين هنا من الجنرال ونختار كلمه تكست، ولما نيجي بقى ندوس 00009 كده ظهرت لنا كده التكست. طب ايه اللي انا عملته ده؟ هقول لكم اللي انا عملته، استنوني بقى في الفصل. بصوا بقى يا جماعه، احنا بقى نعمل ايه؟ الفكره في ايه هنا؟ دي هنا الحاجه اللي انت بتقول له الخليه هتبقى ايه. يعني مثلا لو نمبر، بص لو انا جيت كتبت مثلا هنا مثلا 1900 ما اعرفش ايه كده كمان، وقلت له ان الخليه دي نمبر، بص ايه اللي هيحصل. جابها لي ان هي بعديها علامات عشريه. طب لو انا قلت له ان هي كرنسي، كرنسي يعني عمله، جاب لي العمله بتاعتها، وممكن بقى تغير بقى العمله بقى اللي هي يورو والحاجات زي كده. طب لو قلت له اكاونتنج اكاونت، دي بقى الاكاونتنج دي اللي هي ايه، لو عارفين لو الكلام ده بالسالب اللي هيحصل. بصوا في الاكاونتنج بالسالب بتبقى ما بين قوسين، يعني لو انت طالع لك مثلا حاجه بالسالب يعني خساره، احنا كناس عاديين بنقراها ان هي سالب، لكن المحاسبين بيقروها ما بين قوسين عشان يفهموا ان دي ايه، ان دي عجز. فاهميني كده يا جماعه؟ احنا لحد هنا كويسين ولا نمنا؟ لا تمام ماشي الحال. كويس كده. معلش انا لازم اشرح الحاجات دي، ودي طبعا الشورت ديت واللونج ديت. لو انت مثلا ايه، لو انت عامل مثلا هنا نخلي مثلا كام الخليه دي شورت ديت، شورت ديت مثلا انا اقول له مثلا ايه، احنا في شهر كام دلوقتي؟ احنا في احنا 5 5 سبحان الله، 5 5 20 احنا ايه ده، 5 5 20 23 اهو، جابها لي شورت ديت. لو انا خليتها له لونج ديت ايه اللي هيحصل؟ يقول لي النهارده فرايداي 5 5 20 23. تمام كده. طب لو احنا خليناها تايم، قال لي مثلا يعني عشان الكلام ده طبعا مش مظبوط، يعني الرقم اللي انا دخلته ده مش مظبوط، برسنتج وهكذا. لو مثلا برسنتج دي لا كام في الميه يعني، فراكشن بصراحه ما اعرفش يعني ايه فراكشن، وساينتفك دي ما اعرفهاش، والتكست اهم حاجه اللي احنا بنستخدمها التكست عشان ده اللي احنا شغالين عليه. فراكشن ده متهيألي علامات اللي هو قصور وحاجات زي كده، انا ما بستخدمهاش بصراحه، ماليش ان انا استخدمها. هنمسح بقى ده كل ده ونيجي بقى من الاول خالص. طب مثلا لو احنا النمبر ده بقى فيه شويه حاجات تفاصيل بسيطه قوي، يعني مثلا الرقم الكتير ده، فانا عايز اعرف الرقم ده كام، ما انا مش هقعد اعد الاصفار، اروح واقف عليه كده واروح دايس على كلمه كوما، قال لي الرقم ده مليون، ثلاث اصفار ثلاث اصفار. علامات العشريه، العلامات العشريه تكبرها وتصغرها عشان ما تبينش كسور. يعني لو مثلا ده مثلا مليون و مثلا و اهو و 2 كده من 10، انا مش عايز بقى ال 2 من 10 دي تظهر. فاهميني؟ في المية يعني اضربهم في المية وهكذا. تعالوا بقى للجميلة بقى، بنت الجميلة، في conditional formatting. حد بيستخدم conditional formatting؟ لا استخدمهاش. انا بتستخدمها يا ابراهيم؟ محمد ابراهيم ماشي تمام. بصوا بقى يا جماعه اللي جاي ده تحفه بقى، ده اللي انا قلته ده شيء، والبتاعه دي لوحدها شيء تاني لوحده خالص. دي هتغير حياتكم كلها في الاكسل، وهتسهل حياتكم كلها، وهترد الحبيب وتعمل وترد المطلقه وحاجات زي كده كتير. بصوا الموضوع هيفرق معاكم كتير قوي. بصوا يا جماعه، وليكن تعالوا ناخد الارقام من هنا.
هناخد شوية أرقام كده من هنا. بصوا يا جماعة، انتوا كده شايفين اللي انا بعمله ده صح ولا مش شايفينه؟ او شايفين؟ ماشي. بصوا يا جماعة، شايفين الارقام دي؟ وليكن وليكن انا عايز اطلع، انا عايز الون الارقام اللي فوق رقم 10 او رقم 9. هتعملوها ازاي؟ يعني انتوا لو انتوا مكاني، لو انتوا قصدي لو انا لو يعني لو انتوا ناس مثلا مش عارفين اللي انا بقوله وعايزين تعملوا الرقم اللي فوق مثلا رقم 6 وعايزين تعملوا عليه زي الوان بحيث ان انتوا تشوفوا مثلا ايه مثلا الطلاب مثلا اللي ناجحين اللي راسبين اللي مثلا فوق الدرجه رقم 6، من الاخر عايزين تلونوا الموضوع ده، تعملوها ازاي؟ بتهيألي ان انا مش عارفه، هرجع للفورمات اللي هي الديزاين بتاع الارقام والاشكال وكده. يعني بص يا ستي، انا هظبط لكم التظبيطه حلوه. يعني ماشي تمام. بص بقى، هنقف على العمود ده كله تمام كده، وهنروح جايين على كونديشنال فورماتنج، وفي كلمه هايلايت. هايلايت يعني ايه؟ اعمل زي هايلايت، يعني لونها لي جريتر زين، وبقول له مثلا خليها لي جريتر زين 6. بص اهو، ال 12 فوق ال 6، ال 7 فوق ال 6، ال 8 فوق ال 6، ال 4 اقل، ال 5 اقل. طب لو انا خليت ال 12 دي 3 او 4، المفروض ما تلونش. المفروض دي تتعمل كجنرال، تتعمل كده. 4 ما لونتش. طب لو انا خليت مثلا مكان ال 11 دي 2 ما لونتش. فاهمين قصدي؟ تمام يا دكتوره. الدنيا كده افضل؟ تمام. هو بيحسب فوق ال 6 بس بالظبط. لا، ما انتوا بقى ممكن بقى تظبطوا بقى حاجات كتيره، يعني مثلا ممكن تعمل ايوه اجس المثال دوت. يعني مثلا ممكن نعمل مثلا للزان. للزان بمعنى للزان اقل بقى. اقل من كام مثلا؟ نقول له مثلا عايزين اللي اقل من 5 مثلا او من 7 اهو. تمام. 1 ال 4 ال 5 ال 2 وهكذا. طب عايزين مثلا نخلي مثلا هقول لكم ايه تاني. بتوين يعني ما بين مثلا ايه، ما بين الاربعة والتمانية. التسعة مش ما بينهم، العشرة مش بينهم. فاهمين قصدي؟ طب تعالى مثلا نعمل مثلا واحدة ما بين ايكوال بقى. ايكوال دي بقى دي اللي فيها فرق بقى. ايكوال دي يعني حاجة بالظبط، يعني لون لي على حاجة الرقم ده بالظبط. يعني لو انا قلت له 7 هيجيب لي رقم 7 فقط. ايكوال يعني بيساوي. فاهمين قصدي؟ لو انا قلت له مثلا رقم 8 هيجيب لي رقم 8 بس. لو انا قلت له رقم 9 هيجيب لي 9 بس. فاهمين قصدي ايه؟ الحاجة محددة يعني بالظبط، عشان الموضوع بيبقى افضل بكتير ان انت ايكوال دي بتستخدميها في كلمة بالظبط او حاجة بالظبط. تمام. ايه تاني؟ تكست ذات كونتينز. تكست ذات كونتينز دي اللي هي ايه؟ هقول لكم دلوقتي. تعالوا نقف مثلا على المثال ده. يا لهوي. تمام. يلا نكمل اهو. نعمل شير. بصوا في المثال ده، انتوا كده سامعيني كويس؟ شايفين كويس؟ تمام يا دكتور. بصوا، لما تيجي نقف هنا كده ونيجي هايلايت تكست ذات كونتينز دي، اللي هو بيقول لك ايه الكتابه او ايه اللي انت بتدور عليه. لو قلت له حرف سين بس، سين، بصوا اللي هيحصل. قال لي دي كل الكلام اللي فيه حرف سين. سعيد، حسين، سافعين، ما اعرفش ايه. طب لو انا قلت له ان عايز ميم، جاب لي الميم. طب لو قلت له عايز الف، جاب لي الالف. طب لو قلت له عايز ايه مثلا، صاد، جاب لي صاد. لو قلت له زين، عين، اهو بالظبط. شايفين يا جماعه؟ شايفين انا بقوله ده ولا لا؟ الموضوع ده جامد قوي على فكره. الموضوع ده هيفرق معاكم كتير قوي على فكره. اخر بقى حاجه خالص انا كنت عايز اتكلم فيها، اللي هي دي من اشهر الحاجات اللي هتستخدموها في
الكونديشنال فورماتنج، فاهمين قصدي؟ دي الدوبليكت. يعني ايه دوبليكت؟ دوبليكت فاليوز. يعني ايه دوبليكت؟ حد يعرف يعني ايه كلمه دوبليكت؟ تكرار. لو في اسم متكرر في العمود ده يطلعه، او ارقام متكرره. بالظبط بالظبط، كويس كويس قوي. الدوبليكت فعلا فعلا هي بالظبط زي ما كان بيقول، حته الارقام المكرره. بصوا كده يا جماعه، لما اجي اقف هنا واقول له انا عايز الدوبليكت فاليو، ادوس هنا كده وادوس كلمه دوبليكت، قال لي بقى ايه؟ ان ال12 دي مكرره. بصوا ال12 اهي وال12 اهي، ال8 دي مكرره 8 و8، ال9 وفين ال9 الثانيه اهي. طب لو انا هنا مثلا، تعالى مثلا نشوف الدوبليكت اهي، هل في دوبليكت؟ اه بالظبط، 1 1 1 بتالي وحيد. طب لو انا خدت كتبت مثلا ال101 دي، كتبتها مثلا هنا، يعني كتبت هنا مثلا 101، بصوا اللي هيحصل، نورت. فاهمين يعني ايه نورت؟ يعني اول ما بيظهر دوبليكت فاليو، او اول ما بيظهر كلام مكرر، بيبتدي ينور. فاهمين؟ تمام يا دكتور. الموضوع كده على فكره مفيد جدا على فكره. يعني طيب ممكن اسال سؤال؟ اتفضلي. لو انا مثلا عايزه اعرف عدد الارقام المتكرره من غير ما افضل اعد الحاجات المنوره، اعرف الارقام المكرره من غير ما اعد الحاجات المنوره. انت بتقولي يعني مثلا يبقى فيه ايوه ايوه انا فاهم فاهم ايه؟ انت كده بتقولي ايه؟ ايوه ايوه انا فاهم فاهم. صدقي فعلا الموضوع ده، الموضوع ده السؤال ده يعني لذيذ، بس السؤال ده معادلته معقده شويه. يعني هو ليه معادله، فاهماني؟ هو ليه معادله لكن معقده شويه. طب احنا هناخد المعادلات دي. اه في معادلات فعلا هعملها لك انا يا حبيبي. النهارده كمان هنعمل النهارده اهو، انت بقى جات لك الفرصه ان انت كسبتي معانا الحظ ان انت هتعملي اول معادله. خلاص يا ستي، تمام ان شاء الله ان شاء الله. هنا بقى في ايجاد التكرار، تمام، لكن في كمان حاجه اسمها ريموف دوبليكت، يعني شيل التكرار. يعني بصوا لما اجي اقف هنا كده على العمود ده، في الداتا هنا حاجه اسمها ريموف دوبليكت. ريموف دوبليكت اهي، شايفينها؟ هتلاقوا عندكم في الفيرجنز بتاعتكم، لو دوستوا على الداتا هتلاقوا كلمه حاجه اسمها ريموف دوبليكت. لو دوست عليها وبقول له انا عايز تشيل ريموف دوبليكت، دوس اوكي، شال الدوبليكت، ما بقاش في دوبليكيشن هنا، ما بقاش في تكرارات. تمام تمام ماشي. اهو ماشي كده. دي كونديشنال فورماتنج. في بقى حاجات كتيره جدا بقى، اللي هي بقى ايه، توب 10، اللي انت تجيب لي اعلى 10 حاجات، 10 ارقام. يعني انا مثلا قلت له انا عايز توب 10 مثلا رقم 5، يعني انا بقول له انا عايز اكبر 5 ارقام في العمود ده. قال لي بص، قال لي ال 12 وال 8 وال 9 وال 10 وال 11. طب لو قلت له انا عايز اكبر 2، قال لي ال 11 وال 12، دولت اكبر رقمين. فاهمين قصدي ايه؟ الموضوع ده حلو جدا على فكره. الموضوع ده بينور لكم ارقام حلوه جدا. وهكذا بقى. دي بقى الداتا بار اللي مثلا تعمل مثلا بالظبط، اللي هي مثلا ايه، دي ال 12، ال 12 واخده اكبر بار، يعني اكبر البار دي مش عارف ترجمتها ايه، مش عارف يعني مش عارف ترجمتها ايه، بس اكبر مقفوله للاخر. السبعه هي الواحد، بصوا لحد شويه يعني هكذا. يعني انا مش عارف كلمه بار دي يعني. تمام كده يا جماعه، تمام كويس جدا. تعالى بقى نخش مثلا، احنا كده خلصنا كونديشنال فورماتنج وفي حاجات كتير قوي. الفورمات تيبل از تيبل، الفورمات از تيبل دي اللي هي، بصوا اوريكم الشكل بتاعها. لو جينا مثلا ظللنا الموضوع ده كده كله كده، وجينا فورمات از تيبل، لو جينا مثلا دوسنا هنا فورمات، قصدي دي بصوا اعملها لي كده 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 كده، اللي هي الاشكال وهكذا. انسرت السيلز دي، انسرت. بصوا يا جماعه بقى، عشان اللقطه دي هتعجبكم قوي، الحته بتاعت السيلز دلوقتي انا عايز اهو. بصوا لو تلاحظوا في فرق ما بين العمود ده والعمود ده، يعني في فرق كام عمود اهو، صح كده؟ اهو مظبوط. تمام نقطه تمام. انا عايز اخلي العمودين دول جنب بعض، فبظلل على العمدان اللي ما بينهم
واروح دايس كليك يمين واروح دايس ديليت كده جاب لي العمود ده جنب العمود ده. طب لو عايز اخلي ما بينهم عمود واحد اروح دايس كليك يمين انسرت جاب لي العمود. طب لو عايز افصل ال 12 عن الواحد اروح دايس كليك يمين في الاثنين اهي انسرت. طب لو عايز اشيلها كليك يمين ديليت. حد فاهم حاجه من انا قلته ولا ما حدش فاهم حاجه؟ تمام. لا تمام مفهوم الدنيا واضحه. تمام تمام تمام. مين سعدت الحظ اللي هتعمل معانا اول معادله؟ مشان لا انا المفروض انا كده دكتور استاذن حضرتك. انا اللينك كان كنت خرجت بره المحاضره وفي جزء انا يعني ما كنتش محاضرك فيه. حاضر ارجعه لك تاني بس ممكن بس نكمل المحاضره ونرجع في الحته دي يعني خليكي معانا بس في الحته دي. احنا هنبتدي دلوقتي اهو في موضوع اللي احنا هنعمل اول معادله يعني هتشوفوا يعني ايه كلمه معادله اساسا. تمام كده تمام. بصوا بقى كده يا جماعه المعادلات بقى عباره عن ايه. بص بقى هنشيل بقى ده كده ونشيل ده كده. احنا نقول له هنا ايه واحد وهنا اتنين وهنا وهنا اربعة مثلا. تمام. ونقول له ايه انا عايز اجمع دولت. اجمعهم ازاي؟ واحد زائد اتنين زائد تلاتة زائد اربعة. فكان بيقول لك ايه في عندك حل من اتنين لما تعملهم كده بيساوي اي معادلة في التاريخ بتبتدي بكلمة يساوي او بزائد او بناقص. يعني زائد بص ممكن تكتبه كده زائد حتى هتجمع يعني هتعمل معادله او يساوي بس خليها يساوي عشان يساوي بتبقى افضل. تمام كده. لو دوست كلمه يساوي هيبتدي يفهم الاكسل ان انت هتعمل معادله خلاص. ونروح قايل له ايه الخليه دي. الخليه دي يعني ايه؟ بيقول لك جي 2 جي الخليه بتتنطق باول حرف من العمود والحرف الثاني بيبقى الرو او الصف فهتبقى جي 2. تمام تمام كده يا جماعه. محتاجه معلش انا دوست لك ميوت يعني سليم معلش قوليها تاني كده معلش يا ناس كلمي يا سليم معلش. محتاجه اعرف فين يساوي انا مش لاقيها في الكيبورد بتاعتي. هتلاقيها. شفتي انت لما بتيجي تمسحي كلمه او لما بتيجي تمسحي حرف مثلا أوكي. كلمه عدم بقى اوكي عشان الكيبورد بس ممسوحه شويه. براحتك براحتك. تمام بص يا ستي لقيتها. تمام زي الفل. لما نيجي ندوس كلمه يساوي ونيجي نقف على الخليه بصي ركزي في اللي انا بقوله. نيجي نقف على دي كده دوسنا كلمه يساوي تمام ونيجي ندوس بس على الخليه فالخليه اسمها جي 2. الفكره بقى بيقول لك ايه اي حاجه جوه جي 2 دي تتجمع. يعني هو مش بيقول لك على الواحد يعني انا مش بقول له اجمع لي الواحد ده لا انا بقول له اجمع لي الخليه دي. فاهمين قصدي ولا لا؟ تمام يا دكتور. تمام تمام. الخليه بقى عباره عن ايه؟ جي 2 دي بقى عباره عن ايه؟ هنقول له جي 2 زائد علامه الزائد عادي علامه الزائد زائد الخليه دي زائد الخليه دي فهدوس انتر فطلع لي الناتج ايه؟ 6. خلي الناتج ده كده معمول لوحده. السته دي بقى عباره عن ايه؟ خليها كده لوحدها. السته دي عباره 1 زائد 2 3 3 زائد 3 احنا ما جمعناش دي كمان. احنا ما جمعناش اربعة كمان وهنقول له كمان زائد دي كمان فكده ايه اللي حصل؟ طيب تلاتة تلاتة زائد تلاتة ستة ستة زائد اربعة عشر كده عشر. طب لو احنا مثلا عدلنا في الاتنين خليناها تمانية ايه اللي حصل؟ بقت ستاشر. طب لو خلينا مكان الواحد دي خمسة او خمسة بقت عشرين. طب لو خلينا مثلا مكان التمانية دي مثلا عشر بقى 22 وهكذا. يعني انت الناتج بيتعدل اوتوماتيك مع المعطيات. فاهمين قصدي؟ يعني مش معنى ان انت عدلت فانت تروح تعمل معادله من اول وجديد. فاهمين قصدي ولا لا؟ تمام. يعني الموضوع في المعادلات بيبقى يعني كان زمان مثلا عشان تظبطي مثلا نقديه او حاجه او فاتوره لازم تعيدي المعادله من اول وجديد. يعني انت مثلا عدلت هنا 10 فلازم تحسبي من هنا يعني مثلا تدوسي يساوي ده زائد ده زائد ده زائد ده. فاهمين قصدي؟ ايوه تمام 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 كده يا جماعه. تمام تمام يا دكتور. تمام تعالوا بقى للي جاي بقى.
احنا قلنا دلوقتي في الزائد كتير. طب افرض الزائد عندنا ده كل ده، عندنا المبيعات دي كلها، وعايزين نجمعهم، هنجمعهم ازاي؟ صح؟ يعني عندنا مبيعات ناس كتيرة، وعايز اعرف انا اخر الشهر بعت كام حاجة، هنجمع ده كله ازاي؟ هل مثلا هنقعد ندوس يساوي ده زائد ده زائد ده زائد ده؟ اكيد لا، اكيد في حاجة مختلفة، صح ولا غلط؟ اكيد تقريبا في معادلة اسمها بالظبط جدع. احنا في معادلة صم بالظبط. كويس بصوا بقى يا جماعه، صم دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن انت بتدوس يساوي وتروح دايس كلمة صم. صم دي اللي هي تدوس اس يو ام اهي، وتروح دايس عليها مرتين بالماوس، فتحت لي قوس. قال لي انت عايز تجمع ايه؟ قلت له انا عايز اجمع المدى ده كله، يعني بعلم عليه من فوق كده لتحت، وراح داس انتر، جاب لي الناتج اهو. فهمتوا يا جماعه اللي انا بعمله ده ولا لا؟ كان معلش تاني. بصوا يا جماعه، احنا بنفهم بنساوي وصم وبنشد المعادلات كلها مره واحده فبتجمع، صح كده؟ هنعملها ازاي؟ اهو هندوس يساوي الاول، تمام؟ مين ساعدت الحظ اللي كانت تعمل اول معادله معايا؟ ايوه انا كنت هنعمل يساوي وبعد كده صم وبعد كده نشد المعادلات كلها. لا لحظه اس في قوس واحد لحظة. وبعد كده هيطلع لنا الناتج. لحظه ماشي. صم تمام. تمام اهو. وبعد كده اروح معلم على المدى كله، اروح دايس من فوق كده وراح دايس انت. تمام يا دكتور. تمام كده صم. صم يعني تمام كده يا جماعه، صم يعني زائد عشان تبقى الناس فاكره. تمام. طب لو عايز اطرح الو ايوه هتبقى ماينس، هنقول له بيساوي ده ناقص ده، هو ده اللي انت سامعه صح؟ يبقى مظبوط، يبقى ماينس اللي هي ما اعرفش اسمها ايه، يعني ماينس ايه اسمها ناقص او طرح الاسم تقريبا اللي هي العلامه اللي هي العلامه المايله دي صح كده؟ سلاش سلاش اللي في الكيبورد. سلاش على ده على ده 10 على 5 فيها الاثنين اهو، يبقى الماينس اللي هي دي اسمه. تمام. طب ايه تاني الفي اضرب 10 ضرب بقى ليه زي النجمه. النجمه في شيفت 8 شيفت 8 في 50 تمام. ده كده خلصنا العمليات الحسابيه البسيطه اللي هي جمع وطرح وقسمه وضرب. تمام. حد فاهم حاجه؟ تمام. طب حد مش فاهم حاجه؟ لا تمام لحد دلوقتي. تمام جدا. تعالوا بقى نبتدي في المعادلات الثانيه. ان 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 دي كده بيانات بعض الموظفين، وهي
رقم الموظف، الموظف اسم الموظف، المسمى الوظيفي، الراتب الموظف، رقم الموبايل. تمام كده يا جماعة؟ تمام. دلوقتي وليكن أنا عايز أعرف كم موظف في الشركة. هنعملها ازاي؟ يعني عايز أعد كم موظف في الشركة. هنعملها ازاي؟ أكيد مش صم، لأن صم بتعد أو بتجمع أرقام. تمام؟ ممكن أستخدم دالة أريجن تقريبا، اللي هي بعرف مين العدد الأكبر أو العدد الأقل أو كده. أنت عايزة تستخدمي دالة إيه؟ أريجن. إيه؟ أريجن. أريجن. أريجن؟ لا مش عارف. اسمها أريجن؟ أه تقريبا هي اللي هي بتاعت صم ومين وماكس وكده. مين وماكس دي انا عارفها، لكن الريفن دي لا. ممكن يعني انت متابعه وانا مستمع كويس، ممكن لو انت كتبتها لي. بل هي في الريفن. ماشي خلاص مفيش مشكله. تمام. نبتدي بقى نشوف هنعدهم ازاي. العد يا جماعه هيكون عباره عن اسمه كاونت. كاونت يعني بيعد. انا اسفه النت عندي حصل فيه مشكله. ماشي يعني استمري معانا، استمري معانا وانت هتلاقيكي يعني بتنسجمي معانا. هو انت اسم الايفون؟ اه هو انا سميه، كنت هغير دلوقتي. ماشي اوكي. بص كاونت دي كاونت يعني يعد. في معادله اسمها كاونت اي. كاونت اي اهي. كاونت اي دي بتعد يعني بتعد اي حاجه. فلما اجي اقول له كاونت ايه العمود ده، ده العمود اللي فيه الموظفين، وادوس انتر، قال لي دولت 20، بس طبعا انا عشان عديت اسم الموظف فكده هيبقوا 19. فاهمين قصدي ولا لا؟ معلش يا دكتور بس النت قطع عندي، ممكن الجزئيه دي بس. لا لا بص يا جماعه، بص يا جماعه انا وقفت عند سام. طب الحمد لله الحمد لله. بصوا يا جماعه، عشان نعد عدد الموظفين اللي في الشركه، يعني دلوقتي دولت كل دولت عدد موظفين في الشركه، فانا عايز اعرف عددهم كام. تمام. فايه اللي هيحصل؟ في معادله اسمها كاونت. كاونت اي اهي. كاونت اي اهي تاني واحده اسمها كاونت اي. بقول له، بيقول لي انت عايز تعد ايه؟ اقول له انا عايز اعد العمود ده كله، وادوس انتر. قال لي دولت 20 بالظبط، بس انا عديت اسم الموظف. لو انا شلت اسم الموظف من هنا قال لي هيبقى 19 موظف بالظبط. يعني انت عندك في الشركه حاليا 19 موظف. الكلام كده واضح؟ تمام. تمام. طب دلوقتي في حاجه اسمها دي اسمها كاونت. طبعا كاونت دي ممكن بقى تستخدمها زي مثلا اهي، يعني مثلا يساوي كاونت اي اهي، وقول له مثلا ايه عد لي دولت، وادوس انتر. قال لي دولت 9، انت عديت لحد 9 اشخاص، وهكذا. كاونت اي دي بتبقى عامله زي العد. تمام كده يا جماعه؟ تمام كده يا شباب؟ تمام. في بقى معادله دلوقتي، لو انا عايز اعرف كام محاسب. دكتور استاذن حضرتك بس في الجزئيه دي، داله كاونت دي حضرتك قلت ان هي بتعد كل الخلايا المفروض اللي فيها ارقام، لو في خليه فاضيه المفروض ان هي مش هتعدها معايا؟ اه طبعا مش هتعدها طبعا. تمام تمام شكرا. تمام. في على فكره صح، لان بس بالشيء سعيد، على فكره في حاجه اسمها كاونت بلانك. بلانك قصدي كاونت بلانك، يعني لو انت عارفه بلانك، بلانك يعني فاضي. كاونت بصي هتلاقي في حاجه اسمها كاونت بلانك اهي. بلانك يعني فاضي. عد لي دولت، ادي 1 2 3، دوست انتر هيقول لي الدولت 3 مع ان دولت فاضيين. فاهمه؟ اه فهمت حضرتك. يعني بس دي داله هتعد كل الخلايا اللي فيها ارقام، لو كاونت بلانك دي حضرتك هتعد الخلايا الفارغه بس. بالظبط. وعلى فكره دي ليها وظيفه وليها زي وليها وظيفه. وكاونت بلانك بقى دي ممكن تعد لك بقى الحاجات اللي تبقى كده مثلا، يعني ممكن تبقى حاجات فاضيه كده، يعني فاهم قصدي؟ في وسط كلام، يعني مثلا تروح عامله كده بيساوي كاونت بلانك اهي، وتروح قول له، قلت له مثلا عايز اعد دولك كده، عارفة هيجيب كام كده؟ قولي لي كده الرقم هيبقى كام؟ هيبقى كام؟
يحدد لي بس كل الخلايا اللي فيها ارقام، اللي هي الخلايا الفاضيه مش هيحسبها معايا. كاونت بلانك بالظبط 3 تبقى 3 بالظبط، دوس انتر هتبقى 3 لان في 1 2 3 عدد الخلايا الفاضيه بس بالظبط، هو ده كاونت بلانك. بس كاونت بلانك دي مفيش حد بيستخدمها الصراحه، مش هكدب عليك يعني، دي يعني دي استخداماتها ثانويه للغايه، فمن الافضل يعني اهو اديك عرفتيها، لكن هي اساسا محدش بيستخدمها خالص يعني. تمام تمام شكرا جدا، تحت امرك. بص يا ستي تعالى بقى نكمل بقى على فكره صح، اسمعي بقى اللقطه اللي جايه دي يا سعاده تعجبك قوي. اسمعوا اللقطه اللي جايه دي، اللقطه اللي جايه دي حلوه جدا. تمام، احنا دلوقتي عدينا عدد الموظفين صح كده اللي في الشركه كلها صح؟ تمام تمام كده صح كده. طب انا عايز اعد تمام كام واحد محاسب في الشركه، هتعدوها لي ازاي؟ فكروا كده. ممكن بال conditional format برضو اكتب محاسب يطلعها كويس، دي فكره حلوه. بس انا عايز حاجه يا محمد، صح انت بتتكلم صح، بس انا عايز حاجه تكون معادله. انا ليه بقى معادله؟ لان انا هقعد اعدل اسامي كتير، يعني مثلا انا عايز اعرف كم محاسب، كم مهندس، كم قانوني، ما هم دول اهو المسميات الوظيفه اهي. خلاص انا طبعا انا عندي طريقه، لو اروح اعمل لهم جدول بيفوت تيبل انت صح انت هيطلعها على طول. لا عدد المحاسبين ممكن يكون في فايند ولا ما فيش فايند؟ صح، استني هقول لك انا دلوقتي. بص يا محمد انت بتتكلم صح، بيفوت تيبل ده هيجيب الوقت، بس بيفوت تيبل ده ادفانسد شويه، انا عايز حاجه صغيره شويه، حاجه كده لسه. انا عشان كده بص ممكن نعمل فلتر. هقول لكم صح، استنى هقول لكم على حاجه كويسه كده. تعالى بقى محمد، واللي قالت مين فايند، فين مين اللي قالت فايند؟ انا نسرين. ماشي، ازيك يا نسرين عامله ايه؟ بص يا الحمد لله. انت وتابعي انت بقى محمد وتابعوا كلكم اللقطه اللي انا هعملها. احنا عندنا كام محاسب؟ انا هاخد بس كلمه محاسب بس كده واخليها هنا كده، تمام، واخد كلمه قانوني واخليها هنا كده، تمام، واخد كلمه مبرمج واخليها هنا كده، واخد كلمه لا تاني بقى خلاص كده، مش عايز اخد اكتر من كده. تمام، في معادله اسمها كاونت اف. اف دي بقى بتيجي ازاي يا جماعه؟ اف دي بيقول لك عد بس بشرط. احنا الاول كاونت ايه دي بيقول لك عد لي وخلاص، هي على الله كده عشوائي، عد لي اي حاجه يعني اي حاجه وخلاص. لا، اما في بقى معادله تاني يقول لك كاونت اف. اف دي يا جماعه بمجرد ما تلاقوها في اي معادله اعرف ان هو شرط معين. يعني مثلا سم، لما تلاقوا كلمه سم اف يبقى اجمع لي بس بشرط معين. معايا ولا لا؟ فاهمين انا بقوله ولا لا؟ انا مفهوم طبعا. تمام، كاونت اف عد لي بس بشرط معين، فاهمين قصدي؟ تمام تمام، تعالوا بقى نجربها. بصوا يا جماعه بيقول لي كاونت اف، كاونت اهي، كاونت اهي، ادوس يساوي واروح دايس كاونت، بمجرد ما اكتب سي او سي او يو ان قال لي كاونت اف اهي، كاونت اف، ادوس عليها مرتين. الرينج بيقول لي انت بتعد ايه، بتعد في انهي حته، اقول له انا عد لي دولت، عد لي في المجال ده، يعني بيقول لك انت عايز اعد في انهي حته، اقول له عد لي العمود ده، عد لي في العمود ده، واروح دايس كوما. بصوا بعد الرينج، بصوا بعد كلمه رينج في كوما اهي، حد خد باله من اللقطه دي؟ في بعض الويندوزات او الويندوز في عنده سيمي كولوم اللي هي دي، فاهمين قصدي؟ الو تمام ماشي، اندوس اهي، بعد ما ادوس كلمه رينج ادوس كلمه كوما. تمام، قال لك الكرايتيريا انت عايز تدور بايه او عايز تعد بايه، قول انا عايز اعد الخليه دي، اللي جوه الخليه دي عده لي، وراح دايس انتر. قال لك المحاسب في منه اربعه، ادي واحد اتنين تلاته اربعه، حلوه دي، حلوه دي ولا وحشه ولا شكلها وحش ولا؟ طب معلش ممكن يعني تقولها تاني؟ انا متاكد انها، انا متاكد انها هقولها تاني وتالت والله انا ما عارف. بصوا يا جماعه بصوا اللقطه اللي جايه دي، تعالوا كده، بيقول لي بيساوي كاونت اف. كاونت اف دي احنا بنقول عليها ايه؟ ان انت لو عايز تعد حاجه بس بشرط، يعني انا عايزك تعد لي
الموظفين اللي تايتلهم او المسمى الوظيفي بتاعهم محاسب. هل الكلام كده واضح؟ تمام تمام. فقلت له دي كاونت اف، بيقول لي انت عايز اعد لك في انهي مجال، الرينج دي يعني مجال او مدى. اقول له عد لي اللي هي فيها المسمى الوظيفي، اللي هي فيها اللي فيها المسمى الوظيفي ده. تمام اهو، اقول له وقف عند العمود ده واروح بعد كده بصوا بقى امشوا مع المعادله. الرينج اهي، بعد الرينج دي فيها ايه؟ فيها كوما اهي، دوس كوما. تمام. في كلمه كرايتيريا، بيقول لي انت عايز تعد بايه؟ بقول له عد لي كلمه كام واحد محاسب كده. وصلت كده؟ تمام او تمام كده. وادوس انتر. وادوس انتر. ايه اللي حصل؟ قال لي ان في اربع محاسبين. بصوا بقى، طب انا عايز دلوقتي اعرف كم قانوني وكم مبرمج. ايه اللي هيحصل؟ شايفين المربع ده في كده هنا في حته كده تقيله كده شويه، وهتلاقي اول ما بقف بالماوس عليها هتلاقي علمت عامل زي الزائد، حرف الزائد، صح كده؟ اه. هندوس عليها ونسحبها لتحت. ايه اللي حصل بقى؟ قال لي بص يا عم محمد، في اربع محاسبين وفي قانوني واحد وفي اتنين مبرمجين. طب تعالوا نتاكد، تعالوا نتاكد. اربع محاسبين، ادي واحد اتنين تلاتة اربعة. القانوني ادي واحد، في حاجة تانية قانوني؟ لا. طب المبرمج ادي واحد اتنين. طب ايه رأيكم لو احنا خدنا كلمة اداري ونحطها هنا كده ونسحب المعادلة؟ قال لك في تمانية اداريين، تعالوا نعد ونتأكد. ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة. بصوا بقى يا جماعة ايه اللي حصل بقى، في مشكلة دلوقتي. ايه المشكلة بقى دلوقتي؟ سامعيني ولا لا؟ اه تمام. ان الاداري في منهم تسعة بس اللي ظهر لي فيهم تمانية. ليه بقى؟ عشان احنا مش محددين الاخر. لا محددين. اخر محددين. اداري مكتوبة بطريقتين بالظبط. بالظبط هو مش نفس الـ مش نفس الـ الكلمة بالظبط. هو ده الخبرة. الخبرة محمد هي دي الخبرة. ياء منقوطة وياء تاني الألف وهمزة. لا بص يا ألاء، بص يا ألاء، الفكرة كلها في ايه؟ ان اداري ده تلاقيها مش مظبوطة. ليه بقى؟ بصي انا هاخد كلمة كوبي دي، كلمة الاداري دي، واحطها هنا كده بحيث ان هي تبقى تنزل زي ما هي، واخدها هنا كده وانزلها زي ما هي، وهناخد كلمة كوبي الاداري دي. سامعيني كده ولا لا؟ حضرتك. ماشي. واخد كلمة الاداري دي كوبي وهنقلها هنا. بصوا بمجرد ما هنقل دي كده كوبي هنا، قال لك بقت تسعة خلاص. تخيلوا يا جماعة ان حرف واحد او نقطة بس بسيطة في كلمة الاكسل ما بيقراهاش. فكده بقت مظبوطة. كده بقى تسعة اداريين، اتنين محاسبين، اتنين مبرمجين، واحد قانوني، اربعة محاسبين. تمام كده يا جماعة؟ وفي واحد اسمه آزن. آزن دي اللي هي بتبقى معرفش ده معرفش بدي اذونات او حاجه زي كده، بس يعني يعني احنا لما نيجي مثلا، ممكن بس هسال سؤال، يعني احنا لما نيجي مثلا نحدد زي المحاسب او القانوني او الحاجات اللي حضرتك كاتبها دي، لازم الاول نطلع نكتب في اي خليه فاضيه البيانات يعني اللي احنا عايزينها. يعني ايه؟ عشان لما نيجي نعد يعني زي ما حضرتك كاتب كده، محاسب قانوني مبرمج اداري. ماشي، ما هو ده الطبيعي. ما انا طب انا هعرف اكتبهم. انا بسال في النقطه دي يعني. ايوه، ما انا لازم اعملهم عشان اعمل عليهم المعادله. فاهمه قصدي؟ اه تمام. انا بس بستفسر يعني، انا كده فهمت صح ولا؟ ايوه، ما هو مش هينفع اعملها في نفس الداتا. فاهمه يا سلمى؟ مش هينفع اعملها في نفس الداتا. ايوه. طب تعالي بقى نجرب بقى حاجه تانية. طب تعالي مثلا، شايفين في اربع محاسبين. طب ايه رايكم لو انا شلت مسحت مثلا من هنا محاسب، عملت له ديليت، بصوا ايه اللي حصل؟ بقت ثلاثة محاسبين. احلى حاجه في الاكسل ان الحاجه بمجرد ما بتعدلها هي اوتوماتيك بتسمع في الناتج. فاهمين قصدي ولا لا؟ الو، سلام عليكم. فاهمين قصدي. طب انا كنت عايز اسال سؤال. اتفضلي يا انسه. كنت عايز دلوقتي انا لو عندي عندها عدد قليل، فانا قادره ان انا ابص واعد. لو انا عندي شيت كبير يعني اسامي كتير، ما هو ده يا بنتي، وعايزه ان انا انجز حالي ان انا، ما هو ده اللي انا عملته على فكره. ما انا عارفه، بس حضرتك قلت ممكن حرف يفرق.
ايوه. طب هنعمل ايه؟ ما هي دي مشكله داتا الانتري اللي عندكم، يعني دي مشكله هيومن ايرور بقى، دي مشكله بني ادمين مش مشكله اكسل، فاهم قصدي؟ يعني دي مشكله اللي بيدخل البيانات بس ما اقدرش ان انا اكتشفها من عن طريق الاكسل. فاهم دماغي ولا لا؟ يعني انا قصدي ايه، ان دي هتبقى فاهمه حضرتك، فاهمه دي هتبقى مشكله هيومن ايرور، دي هتبقى مشكله خطا ان انا نفسي عملت خطا في ان انا ما كتبتش الحرف كويس بالظبط. اه يعني دي مش مشكله اكسل، الاكسل يقرا لك اي حاجه ما دام الداتا سليمه، لكن الداتا غلط فطبيعي ان هو مش هيقراها. بقول لك ده حرف الاداري دي كانت فيها حرف او نقطه غلط ما قراهاش. ايوه، ما فيش بقى طريقه تكشف ان الغلط موجود هنا صح؟ لا، في طريقه في البيفت تيبل بس بعدين. يعني بصي هقول لك تمام. الاداري دي، بصي الاداري دي تعالي مثلا نغيرها. بصي هوريكي دلوقتي الاداري دي كانت عامله ازاي. تعالي نخلي الاداري دي بدل ايه تبقى ايه عاديه كده، يعني مثلا تبقى تبقى ايه اللي هي اللي احنا مش عارف عشان اهو ايه اداري كده. بصي دي اداري الياه من غير نقطتين، وهنا الاداري فوق الياه بنقطتين صح كده؟ طب تعالى بصي بقى في البيفت تيبل في حاجه اسمها بيفت تيبل. محمد انت معايا صح؟ معاك. اه سامع. بص البيفت تيبل عشان اكتشف موضوع ان الاداري دي مكتوبه بحرف وحرف لا، بمجرد ما باجي اروح عامل هنا ادوس كلمه بيفت تيبل، دي حاجه كده هبقولها لكم بعدين تمام اهي. وبصوا واجيب المسمى الوظيفي هنا، بمجرد ما اجيب المسمى الوظيفي بصوا حصل ايه، كلمه الاداري ظهر مرتين يطلع اتنين اداري. فاهمين يا جماعه؟ بيجيب لي ان اسم الموظف مكتوبه بطريقتين. ايوه الاداري مكتوبه بمرتين، فطبعا كده انا هفهمها. فهمتيني كده؟ هتكتشفي ان الكلمه مكتوبه بالغلط تمام كده. احلى بقى حاجه بقى في المعادله طيب. ان احنا بقى ايه، تعالي بقى نكمل عليها. تعالي بقى كده انسه نقول ايه، عدد الموظفين. كنت عايز اقول حاجه هنا قبل ما تبدا نقطه جديده ممكن اتفضل. يعني كالناس اللي هي بيجينر برضو مساعده ليهم اتفضل. انا عشان اقدر اشتغل على اي شيت واطلع داتا سليمه طبعا انا لازم في الاخر لو انا هاخد اسامي الناس دي كلها المفروض ان مجموعهم في الاخر يديني عددهم اللي انا جبته بكاونت ايه. بالزبط. دي اول حاجه هتحقق منها. الحاجه الثانيه ممكن بس الناس اللي مش هتشتغل لسه في مراحل ادفانسد زي البيفت تيبل والكلام ده انها تبدا هي تظبط شغلها الاول ازاي. بنتاخد مثلا مثال، اخد بما ان الحاجات مكتوبه بالعربي فالعربي بيكون فيه يعني اخطاء اكثر من الانجليزي في المسميات بسبب الهمزات والكلام ده، فياخد كل كلمه مثلا او تايتل اللي انا هشتغل عليه اخده واعمله كوبي بيست للي زيه بان انا هفلتر. بالظبط. بالظبط. اعمل للهيد فلتره اظبط بس الدنيا الاول او انضفها او اتاكد من ان مفيش اخطاء عشان المرحله الثانيه بتاعت اي ايه اي ريبورت هيطلع ما يخليش الناس تطلعه لغايه فيما بعد بقى في المراحل الادفانسد ده كل حاجه اصلا بتبقى سهله جدا تكتشف. يعني ده مثلا لو في حد حابب انه ايه يعمل كده هتاخد فلتر هتاخد محاسب كوبي بيست تحطها لكل المحاسبين. بصوا يا جماعه محمد بيتكلم في حاجه، في حاجه فعلا مهمه. يعني مثلا وليكن لو انا كتبت مثلا مثلا محمد تحسين تحسين تمام، وعايز اخليك اسم مثلا اداري، بدل ما اكتب كلمه اداري سامعني كده سامعيني كده يا جماعه؟ سامعيني يا فندم. بدل ما اكتب انا كلمه اداري بايدي لا انا ممكن اخدها كده كوبي وانقلها هنا تحت عشان تبقى الكلمه مظبوطه ما تبقاش اكتبها. عارفين زي ايه يا جماعه؟ ودي شفتها بعيني، شفتها ان كان في ناس بتكتب القاهره معلش استنى الكيبورد عندي مش محطوط قدامه القاهره كده، وفي ناس بتكتب القاهرة كده ت مربوطة وه مربوطة. فاهمين قصدي؟ الو السلام عليكم، انتوا معايا ولا مع الاسف؟ الو كده النت رجع تاني حضرتك كان انتوا سامعيني كده كويس؟ كده بتاع فاصل خالص. طب ثواني اهو
انتوا كده شايفين ان انا بقوله على فكره خلاص قربت اخلص يعني. الو اهو شايفين حضرتك ماشي. تعالوا بقى احنا عملنا كاونت اف، تعالوا بقى نعيد من الاول. اه دكتور نعم اهو كده يا جماعه انا معاك اهو دلوقتي. آه انتوا كده معايا كده شايفين صح؟ تمام. تعالوا بقى نجيب سامعيني سامعيني ولا ايه؟ عشان بس الكونكشن كل شويه عماله تروح وتيجي. مين حضرتك؟ تمام. تعالوا بقى نجيب بقى مجموع المرتبات، بمعنى مجموع تمام اهو مجموع المرتبات بمعنى ايه؟ هقول لك بمعنى ايه. احنا دلوقتي احنا عندنا اربع محاسبين صح كده؟ حد يبقى معايا؟ حد يبقى معايا؟ اصل انا مش عايز ابقى لوحدي. الو هو الدنيا قطع التاني ولا ايه؟ الشيت صح كده؟ تمام اوكي. بصوا كده يا جماعه اقول لكم على حاجه، احنا دلوقتي جبنا عدد الموظفين المحاسب والقانوني والمبرمج وكل حاجه تمام. احنا بقى دلوقتي عايزين نجيب مجموع المرتبات بتاعتهم، يعني الاربع محاسبين دولت مرتباتهم كام، القانوني ده مرتباته كام، المبرمجين دولت مرتباتهم كام. فاهمين قصدي ايه ولا لا؟ تمام يا دكتور. تمام. فهنيجي بص بقى عشان نجمع المرتبات، نجمع جمع يعني صم، ونجمع بشرط يعني صم اف. يبقى صم اف اهي تمام. هنقول له ايه؟ بيقول لك الرينج، انهي رينج اللي انت عايز اللي انت عايز تدور فيه؟ اقول له دور لي هنا تمام. وبعد كده هنمشي تبع المعادله اهي، في كوما اهي كوما. قال لي انت عايز تدور بايه؟ اقول له انا عايز ادور باسم المحاسب ده. بعد كده في كوم تاني، قال لي انت عايز تجمع ايه بقى؟ انت اقول له انا عايز اجمع الراتب ده بقى. بعد كده ندوس انتر. ايه اللي حصل؟ حد فاهم ايه اللي انا عملته ولا لا؟ اه طبعا انت حطيت الشرط تمام في سام اف تمام. انت ممكن الجزئيه دي تاني عشان ممكن فرق. لا ما تقلقيش انا كده كده اشرحها، انا عارف ان انتوا كده كده. تمام طيب استاذن حضرتك في الجزئيه دي، هو في الجزئيه دي ممكن حضرتك احط شرط اولاني مثلا واستبعد الثاني، او احط استبعد الاول واشتغل على الثاني؟ لا وضحي لي يعني. احنا حضرتك احنا خدت الاكسل ده نظري تبع التحول الرقمي، فكان بيتكلم ان داله اف دي المفروض هي داله شرطيه كده. ممكن مثلا لو انا هجمع الجزء الاول ممكن استبعد الثاني، او مثلا انا ممكن احط استبعد الاولاني وابدا الجمع الثاني. بس لحظه يا سعاد، اف دي تمام. اف نفسها معادله اف او فانكشن اف دي انا لسه ما اتكلمتش فيها. تمام اه ماشي شكرا يا دكتور. بكره اف دي يوم الجمعه الجايه. اما المعادله اللي انا بتكلم فيها سم اف، بص يا جماعه اي كلمه اف اي اف بتيجي مع اي معادله بيقول لك بشرط، بمعنى يقول لك مثلا اجمع بس بشرط، عد بس بشرط. فاهمين؟ فلما باجي اقول له بيساوي سم اف بيقول له ايه؟ بقول له اجمع لي بس بشرط. ايه هو الشرط؟ هقول له ايه بقى؟ بيقول لي انت عايز تدور فين؟ اقول له انا بدور هنا. الرينج دي يعني المدى. انت بتدور فين؟ اقول له المدى بتاعي اهو، ولازم المدى ده هو نفس المكان اللي هدور فيه باسم المحاسب. المحاسب ده لاقيه فين؟ من الاخر الاقيه في رقم الموبايل، ولا الاقيه في الراتب، ولا الاقيه في الموظف في المسمى الوظيفي؟ لا في المسمى. يبقى الرينج ده اللي هو فين؟ اقول له الرينج ده هنا اهو. وبعد كده بيقول لي بعد الرينج ده في كوما اهي، في كوما. اروح دايس كوما. بيقول لي كرايتيريا، الكرايتيريا دي انت عايز تدور بايه؟ اقول له انا عايز ادور باللي هو ده المحاسب ده، اللي هو ايه اللي انت عايز تدور بيه؟ اقول له ده. بعد كده اروح دايس كوما ثالثه. قال لي سم رينج يعني الجمع بقى. قال لي انت عايز تجمع ايه؟ اقول له انا عايز اجمع دولت الراتب. روح دايس اوكي ايه انتر. جاب لي ان مجموع مرتبات المحاسبين الاربعه اللي في الشركه 12000 جنيه. واروح ساحب المعادله تحت كده
ومجموع القانوني 2700 والمبرمج 6600 والاداري الثمانية الاداريين ب 21000. حد فاهم حاجه؟ تمام يا دكتور. تمام يا دكتور. كده الدنيا تمام يعني؟ اه تمام جدا. انا عن نفسي انا كده خلصت الحمد لله. هل انتوا خلصتوا ولا لا؟ يعني هل انتوا خلصتوا معايا ولا لسه فيه ولا لا؟ تمام. اه تمام كده خلاص. تمام. احنا اتكلمنا في ايه بقى عشان بس اعرفكم بس الحاجات اللي انا عايز اعرفكم. احنا اتكلمنا في اهو عشان بس تبقى انتوا عارفين. احنا اتكلمنا في المعادلات الحسابيه اللي هي الجمع والطرح والقسمه والضرب، واتكلمنا في في كاونت اف اللي هو تعد بس بشرط، وبعد كده اتكلمنا في سم اف اللي هي تعد بس بشرط، وكاونت اف اللي هي قصدي لا كاونت اف تعد بس بشرط، وسم اف تجمع بس بشرط، يعني تجمع لي مجموع المحاسبين. يعني عارفين يا جماعه في سم اف دي لو انا جيت مثلا غيرت هنا خليت بدل المحاسب خليتها وليكن مهندس، مش في هنا مهندس اهو في كلمه مهندس اهي، وكتبت كلمه مهندس اهي، بصوا اللي هيحصل، المرتب اتغير بقى 2600 جنيه لان مفيش غير مهندس واحد بس اللي في الشركه، 2643 2463 اهي. فاهمين قصدي ولا لا؟ تمام. تمام. احنا بس النهارده اتكلمنا واتكلمنا في 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 هوم دي كلها اللي هي الشرط الطويل ده كده هوم ده كله. فان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله المحاضره الجايه هنتكلم على اف وفي لوك اب اللي هو محمد ابراهيم كان بيتكلم عليها، اللي هنبتدي بقى نخش بقى في حاجات ادفانسد شويه. اتمنى انكم يعني تدربوا عليها وكده، وانا هبعت لكم الشيت ده بالظبط على الجروب دلوقتي على جروب الواتساب، تحملوه وتقعدوا بقى تشتغلوا عليه. ماشي يا جماعه؟ تمام كده يا جماعه. تمام يا دكتور. تمام شكرا جدا ليكم. اه صح نسيت اقول لكم صح، انا 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 يوتيوبر، انا بعمل فيديوهات على اليوتيوب، انا اسمي محمد تحسين والقناه هبعتها لكم. انا اغلبيه فيديوهات بتاعه جمعيه رساله بنزلها على القناه دي، وان شاء الله اول ما هرفع الفيديو ده على على القناه هبتدي ان انا يعني هبعت لكم اللينك. بس القناه بتاعتي اسمها السيرشاجي، هبعتها لكم دلوقتي على السيرش اهي على ال هو بس يعني احنا الشيت ده اللي هنطبق عليه مش كده؟ وحضرتك عارفه احنا هنطبق عليه. انا هبعت لكم الشيت ده بالظبط، انا هبعت لكم الشيت ده اشتغل عليه وتعيدوا وخلاص بقى. تمام. طب انا كان عندي سؤال، لما كنت بشتغل في الاكسل وباجي اعمل مجموع الحاجه وكنت بعمل جداول، فكان بيطلع لي مجموع خارج الجدول، يعني انا اوريدي ببقى كاتبه وعامله جدول كل حاجه، بس المجموع كان بيبقى خارج الجدول بيظهر لي جوه. فالمشكله دي انا كنت عايزه اعرفها برضه. انت عايزه تطلعي المجموع داخل الجدول؟ يعني ايه داخل الجدول؟ هقول لحضرتك، يعني انا دلوقتي بعمل مجموع درجات طلاب مثلا، فاوريدي هي بتطلع لي، بس ايه بتطلع لي تحت المجموع كده، يعني بتطلع لي يعني خانه غير الجدول. طب انت عايز يعني مثلا ده جدول مثلا، وليكن نفترض ان ده جدول، ده جدول مثلا، تمام؟ ايوه. فانت عايز المجموع يبقى هنا؟ تمام. بس معاك مثلا اه يعني اهو. تمام. بس ما هو مفيش حاجه تانية غير كده يعني. تمام. طيب. او لو انت لما تمام وني بالنسبه لما تلاقي المشكله دي ابعتيها لي او ابعتيها على الجروب واحنا تمام ماشي. وبالنسبه بقى الاكسل حضرتك بعت لنا اللينك بتاع 2016 صح كده؟ لا انا لا لسه ما بعتوش، انا بعت يا جماعه انتوا بتختلط عليكم الامور، انا بعت لكم اكسل شيت، بس اكسل شيت اللي احنا شغالين عليه دلوقتي اللي هو اللي فيه الامثله. عايزه اللينك بتاع الكتاب. حاضر هشوفه لك. حاضر عينيا، انا هجيب لك بتاع اللينك بتاع 2016. حاضر حاضر عينيا.
طب اوكي يا جماعه. لا تمام. نعم ابعت لنا اللي هو النسخه اللي هبعت لكم لينك ان كنت تنزلوا من عليها. حاضر حاضر عينيا. يعني حاضر النسخه دي 2016 حاضر. لا الفكره يا دكتور هي حضرتك النسخه دي بتبقى مجانيه ولا مدفوع؟ ايه نظامها؟ لا مجانيه مجانيه. هبعت لكم اللينك ويقول لكم ازاي تعملوا كراك او ازاي تفعلوا. حاضر. دي النسخه كامله للاوفيس يا دكتور؟ ايوه ايوه مجموعه الاوفيس كامله. النسخه بالظبط مجموعه الباور بوينت واكسس واكسل وورد وكل حاجه. 2016 صح يا دكتور؟ 2016 او 19 كمان. حاضر حاضر. متشكره زوان. تحت امرك. ماشي كده يا جماعه انا هضطر ان انا اقفل وهبعت لكم ان شاء الله اول ما ارفع الفيديو على القناه هبعت لكم اللينك على القناه. ماشي يا جماعه. والقناه انا بعتها لكم على السيرش على قصدي على الرسائل بحيث ان انتم ممكن تستفيدوا في الاكسل. انا بعمل فيديوهات كتير قوي عن الاكسل. ماشي خلاص تمام. شكرا لحضرتك. شكرا شكرا. مع السلامه. شكرا مع السلامه.